واصلت الدولة المصرية جهودها بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في خطوة مهمة لإنقاذ الأرواح وتقديم الإفادة لشعب فلسطين في غزة الأمر الذي سيكون له انعكاسات إقليمية بالحد من التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية والتي تهدد باتساع رقعة الصراع بالانزلاق قوة إقليمية فيه وأصدرت مصر وقطر والولايات المتحدة بياناً مشتركاً بعد اجتماعات مكثفة على مدى 48 ساعة في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدين أن المحادثات كانت جادة وبناءة وأجريت في أجواء إيجابية، وهو ما وصفه عدد من النواب والسياسيين بأنه رسالة أمل في قدرة الوسطاء على التوصل لاتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لوقف هذه الحرب وإتمام صفقة تبادل الاسرى والمحتجزين. ولاكثر من اسبوعين كان يتنمو ولا يزال عمليات الانتقام الايرانيه من اسرائيل على اغتيال ضيف طهران رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنيه وفؤاد شكر القيادي في حزب الله وذلك بعد تهديدات ايرانيه مستمره بالرد في المكان والوقت المناسب ما اثر مخاوف من حرب شامله لكن يبدو أنه حدث تراجع تكتيكي فرضه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ساحة المعركة الدور الرئيسي في تأخر أو تأجيل الرد الإيراني الحتمي هذا ربما قد يكون عبر عنه آية الله علي خامنئي في أحد تصريحاته التي قال فيها تراجع غير تكتيكي أمام العدو يغضب الله هذه الفرضية أيضا تتفق معها تقارير أمريكية حيث قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إيران ستؤدي أي أعمال انتقامية بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية فوق أراضيها إتاحة الوقت للوسطاء في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونقلت ايضا الصحيفه عن مسؤولين امريكيين وايرانيين واسرائيليين ايضا ان طهران ستتيح الوقت للوسطاء الساعين الى التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزه ووفقا لصحيفه نيويورك تايمز شجع رئيس الوزراء القطري ايران على الامتناع عن اي تصعيد نظرا لمحادثات وقف اطلاق النار في الدوحه من ناحيه اخرى استشهد عشرات الفلسطينيين من بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون اليوم الأحد في قصف استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة تركز على منطقة الوسط في اليوم 317 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا قصف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية بشارع المزرعة في مدينة دير البلح ما أدى لاستشهاد سبعة مواطنين وأم وأبنائها الستة وأضاف أيضا أن طائرات الاحتلال قصفت منزل لعائلة مصبح في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة ستة آخرين. أيضا مدفعية الاحتلال مناطق عدة غرب مدينة رفح وسط إطلاق نار كثيف في المكان. من جانبه دعا المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي والامم المتحده ومؤسساتها الى الاطلاع بمسؤولياتها لحمايه المدنيين الفلسطينيين والعمل على وقف الجرائم الوحشيه التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحقهم ومحاسبه مجرم الحرب على هذه الجرائم وكاله بقى... الانباء الفلسطينيه لم يكتفي بالمجازر البشعه التي يرتكبها العمليات... وراح ضحيتها العشرات من الشهداء معظمهم من الأطفال بل استمر في جريمة تهجير النازحين قصرا من مناطق المغازي وشارع صلاح الدين إلى جانب أيضا عمليات التهجير الموسعة شرقي دير البلح وأكد البيان أن جريمة تهجير النازحين تتزامن مع حملة تدمير انتقامية واسعة في مدينة رفح وتدمير عشرات الأبراج السكنية في مدينة حمد منذ ساعات الصباح الأولى مشيرا إلى أنه لليوم 316 يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب المجازر وعمليات التطهير العرقي بحق المدنيين العزل من الاطفال والنساء خصوصا في المخيمات الوسطى التي تعد مركزا لعمليات النزوح الكبيره لمئات الالاف من المواطنين وتزداد ايضا وتيره هذه الانتهاكات على مراى ومسمع من العالم محذرا من أنها العاشر في أبشع صور للإرهاب والتجويع والتطهير العرقي. لدينا كانت هذه آخر جدات الأوضاع في قطاع غزة وأيضا كل ما يخص المفاوضات. بالتأكيد كل ما هو جديد نوافيه ونطلع حضراتكم عليه دائما وابدا لحظة بلحظة. جزيل الشكر على المتابعة ودمتم دائما في أمان وحمد الله.